قلت لكم ان مباراة الزمالك والمقاولين امبارح ممكن تشوف الناس تشوفها ان هي سهلت مباراة القمة، وممكن في ناس يقول لك لا صعبت مباراة القمة. مباراة القمة ليها معايير مختلفة تماما عن حساباتنا احنا. مباراة القمة ملهاش اي توقعات خالص، حتى لو كان الزمالك في حالة سيئة في حالة جيدة، الاهلي في حالة سيئة في حالة جيدة، المباراة بتكون خارج التوقعات تماما. نتمناها اهلاوية باذن الله كالعادة. الزمالك عنده 53 نقطة، الأهلي عنده 51 نقطة. كانت في ناس كتير فاهمة إن الأهلي راجع من بعيد، لكن الأهلي مش راجع من بعيد ولا حاجة، ده الطبيعي جدا جدا، بل أقل من الطبيعي كمان. النادي الأهلي خلص مبارياته الودية، وإن كان في ضغط مباريات أدى لهذا المركز اللي هو مش مركز النادي الأهلي خالص. مركز النادي الأهلي دايما بيكون في قمة الدوري وفي قمم أي مسابقة. إن شاء الله إن شاء الله يوم السبت بعد المقبل يتوج النادي الأهلي بالمركز الأول إلى أن يتوج بالدوري العام بإذن الله بإذن الله. وما بنقولش كلامه خلاص، بنقول نتيجة تعب وجهد وتحديات وكل حاجة تخليك أنت واثق من كلامك وأنت بتتكلم عن النادي الأهلي إن هو إن شاء الله بيرجع لمكانته الطبيعية المركز الأول، وإن شاء الله يكون الدوري في الجزيرة زي ما كنا كلنا بنتمنى.